بعد رسالة بالماضي يوسف عطال يتلقى صفعة أخرى. يعيش الدولي الجزائري يوسف عطال ظهير نيس الفرنسي وضعية لا يحسد عليها، وهذا خلال الفترة الأخيرة من عدة جوانب، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده. ويواجه عطال مسلسلا من الإصابات التي لم تنتهي إلى الآن، بجانب الانتقادات التي يتعرض لها بشكل علني، والتي كانت بدايتها من المدرب الوطني جمال بالماضي. وكان بالماضي طالب نجم نيس بإظهار احترافية أكبر في مشواره الاحترافي، معتبرا أن اللاعب غير منضبط بالطريقة اللازمة، مما يفسر المشاكل الصحية التي تعترضه كثيرا منذ بداية مشواره في فرنسا. وتلقى صاحب الانطلاقات السريعة صفعة جديدة في الساعات الأخيرة، جاءت هذه المرة من طرف جوليان فورني المدير الرياضي لنادي نيس. طالب جوليان فورني اللاعب الدولي عطال بتحمل مسؤوليته وإظهار أفضل ما لديه، وهذا في أقرب الأجل الممكنة، معتبرا أن الفريق لا يمكنه الصبر عليه أكثر من ذلك، وهذا خاصة بوجود لاعبين صغار في السن وممتازين. وقال المدير الرياضي لنيس في تصريحات قوية لجريدة ليكيب الفرنسية: أسمع دائما أن عطال وكاسبر دولبرج وأمين غويري صغار في السن، هذا أمر ليس صحيحا، إنهم ليسوا صغارا وهم مطالبون بتقديم الأفضل بشكل مباشر ما داموا يلعبون مع الفريق الأول بشكل دائم ومنذ سنوات. وأضاف أيضا أنهم يجب إسقاط هذه الفكرة من رؤوسهم، لأنها بالطبع تؤثر عليهم سلبا وتجعلهم يظنون أن تعرضهم للهزائم أمر طبيعي جدا في سنهم. يذكر أن عطال يعيش موسما كارثيا من جميع الأصعدة، حيث أنه اكتفى بلعب 4 مباريات أساسية فقط، وهذا ما بين الدور الفرنسي والدور الأوروبي، قدم خلالها تمريرتين حاسمتين فقط. نرجو من الله أن يسترجع يوسف عطال قيمته الفنية العالية وتفتح عليه أبواب النجاح مستقبلا بإذن الله. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، لا تنسوا دعمي بلايك والاشتراك في القناة. سلام.